ماتش دو ريبريز بعد توقف 6 أسابيع. اليوم كنا نأملوا لكون المقابلة هذه نتصرف فيها، نفرحوا الجماهير نتاعنا ونواصلوا في سكة الانتصارات. بكل صدق لقينا الدفاع مكثف منظم من فريق المنافس، سكر علينا في العمق، سكر علينا سور لي كوتي، ما لقيناش الحلول على مستوى التصرف الهجومي. المردود على مستوى 30 درنيير متر تدخل كرة في الثلث الأخير ما كانتش فيه سينكرونيزاسيون على مستوى الباس الأخيرة ولا حتى الموفمون نتاع الجروب كل. الشيء اللي قدمناه بكل صدق ما كناش نستحقوا الانتصار، خاطر ما كانش فيه اجتهاد، ما كانش فيه نجاعة على مستوى التصرف الهجومي. مالوريزمون اللي كانوا الفترة الأخيرة صارت فيها إصابات في التريف على مستوى المهاجمين، عندنا المهاجمين تاعنا موجودين في المنتخب براتيكمون سفيان بن جديدة وزريدة قضاوا 3 ولا 4 أسابيع هما في ليكيب ناسيونال. دونك شفنا اللي كانوا الجوار اللي حاضرين في الفترة الأخيرة هما اللي نجموا يبداو، لكن زاد كيف راه مش اللي يبدا هو اللي باش يكون ديسيزيف، حتى اللي يعمل 30 مينوت ويعمل 45 مينوت يدخل يلزم يعطي الإضافة ويتسمى وقت كافي باش واحد يظهر الامكانيات نتاعو. تخل سفيان، تخل خابة، تخل هبتي، تخل رؤوف بالغيث، هذوما اللي عندنا البوتنسيال اللي موجود في البنك اللي نجم يلعب القدام. مالوريزمون ما نجحناش على مستوى الانيماسيون، على مستوى وسط الميدان باش نمولوا المهاجمين بالعديد من الكرات، والمهاجمين زاد كيف ما كانوش موافقين في لي بيركسيون، في الان كونتر ان، في الباس الاخرى، في لي فور. وزاد كيف الميريت يرجع زاد اون ديفونس تري اورغانيزي وعرفوا كيفاش يشلوا الهجمات نتاعنا الكل.